السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا النهاردة بفيديو جديد. أنا نور. النهاردة معانا بانل من نوع LG 32 بوصة. البانل فيه مشكلة على مستوى الصورة، هوضحها لحضراتكم دلوقتي. هنشغل الإضاءة ونوصل أو ندوس على بلصة الأون. نشغل البوردة. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين كده البانل فيه مشكلة من الخطوط، او البانل فيه مشكلة من الكوفات. زي ما حضراتكم شايفين كده لما بدوس على السيموز ده بيخلي الخطوط تختفي وترجع تاني. واوضح لحضراتكم السبب، وده سبب بيقع منه كتير من الفنيين، ان بيبقى فيه مشكلة في الاضاءة. بيبقى الجهاز جاي للفني فيه مشكلة في الاضاءة ومفهوش مشكلة في الكوفات، ولكن لما الفني بيفك البانل وبيرفعه من مكانه، طبعا بيحرك الكوفة من مكانها. الكوفة بتبقى محمصة زي ما هوضح لحضراتكم دلوقتي. في هنا برضو الكوفة ديت، الخط اللي هنا دوت بيشتغل ويفصل كده، تمام. ولما بيفك الجهاز الكوفة بتبقى محمصة، هوضح لحضراتكم دلوقتي. فلما بيحرك الكوفة بتاعت البانل بتبقى محمصة الكوفة، فبتتسبب في الخطوط دي زي ما هو واضح لحضراتكم كده. الكوفة بتبقى من كتر التشغيل بتبقى محمصة، واضحة لحضراتكم عشان الإضاءة بس مش ظاهرة في الكاميرا قوي. الكوفة بتبقى محمصة من السيموز بتاعها، بتبقى بالشكل ده، فبتعمل مشكلة مع الفني ان هو العميل بيبقى جايب الجهاز فيه مشكلة في الاضاءة فقط، ولكن لما الفني بيفتح الجهاز بيتفاجأ بعد ما بيشغل الجهاز اضاءة، بيتفاجأ بان البانل جاب خطوط. وده يعني للأسف كتير من الزباين بتعتبر ان الفني هو اللي بوظ البانل، ولكن السبب الحقيقي ورا العطل ده ان البانل بيبقى شغال لفترات كتيرة، فبيخلي الكوفات السيموزات بتاعته بتبقى محمصة من كتر التشغيل، ولكن وهي راكبة على الجهاز ما بتبقاش محدش بيحركها. فلما في الفني بيجي يرفع البانل بتتحرك، فبتخلي السيموز طبعا يتحرك من مكانه، فبيتسبب في الخطوط دي. النهاردة هنغير الكوفات بتاعت البانل دوت من الألف للياء.
زي ما حضراتكم شايفين كده البانل اشتغل بدون اي مشاكل، مفيش اي خطوط على البانل. زي ما واضح لحضراتكم كده، والكوفات الجديدة اتركبت والمشكلة اتحلت. بنصح اي فني ان هو قبل ما يشتغل في الجهاز اذا كان في مشكلة في الاضاءة، قبل ما يرفع البانل من مكانه يتأكد من الكوفات اذا كانت السيموس بتاعها محمص ولا لا. اوضح لحضراتكم السيموس ده، بص شكله عامل ازاي. ولكن السيموس القديم، بصوا حضراتكم الفرق ما بين السيموس ده او الاي سي الكوف وما بين الجديد ده، من كتر التشغيل بيبقى متحمص وخلاص ضايع، يعني مفيش فيه اي امل ان هو خلاص يشتغل، بيبقى خلاص بيبقى بايظ خالص. ولكن الجديد شغال الحمد لله من اول مرة على مكنة الكوفات. البانل اشتغل بدون اي خطوط وبدون اي مشاكل. وده كان موضوع فيديو النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.